بسم الله. طريقة تسمية الملفات حسب البيم Extension Guide بيم Adoption in Organization، إن أنا بقسم الاسم الملف لأكتر من قسم. يعني ممكن أقول له Project ID، بنكتب مثلا ممكن يكون المشروع مثلا اسمه والت ديزني، فاخد مثلا أول 4 حروف أو أول 3 حروف. وبعد كده حسب القسم مثلا Architecture هياخد إيه، ال C Civil، ال E Electrical، ال L Land، وهكذا. وبعد كده الزون، لو انا عندي المشروع مقسم لاكتر من زون فيبقى زون 1 زون 2 حسب التسمية. وممكن نعملها شرطين، نلغي الزون ده خالص لو احنا ما عندناش زونات، لو المبنى كله كتلة واحدة. وبعد كده الاصدار ممكن يكون مثلا اول مرة نبعته فهيبقى ايه، بعد كده بي وسي وهكذا. وبعد كده تقدر تعمل شرطة وتضيف حاجة خاصة بيك، ممكن مثلا تضيف وصف لي او تضيف تاريخ او تضيف اي حاجة، ده اوبشن ممكن تحطه او ممكن تحطوش، مفيش مشكلة.